الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأصيل بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم الذي يوافق ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئاسة الدولة، ويجسد أسمى المعاني الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة. هذه الراية تمثل لنا قيم الاتحاد وتطلق طاقاتنا الكامنة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وما تتضمنه من طموحات لا تعرف المستحيل وآمال لا تعرف القيود، ولنواصل السير على درب التقدم رافعين علم دولتنا عاليا خفاقا، مدركين قدر المسؤولية الملقاة على كواهلنا. كل عام وعلمنا في علو وشموخ، كل عام ودولتنا بخير وسعادة واستقرار.